طبعا إقليم كردستان، وهذه القضية الثالثة، وممثلي الإقليم أيضا تقدموا بملاحظات حول الموازنة، منها دفع رواتب الموظفين وزيادة تخصيصاتهم في الموازنة، ومنها تسديد مستحقات الفلاحين، ومنها إعادة النظر بنسبة حصة الإقليم المحتسبة والتي احتسبت في هذه الموازنة على أساس 12.67%، وكذلك يطالبون بإعادة النظر بالنفقات السيادية الواردة في مشروع القانون باعتبارها ازدادت عن العام الماضي وتؤثر على احتساب حصة الإقليم. بالنتيجة استلم مجلس النواب موازنة معدلة الأسبوع الماضي. هذه الموازنة لا تتضمن أي من التعديلات أو الملاحظات أو الطلبات التي تقدم بها ممثلو سواء المحافظات المتضررة أو إقليم كردستان أو المنتجة للنفط، ما خلا أن التعديلات اشتملت على بعض من المقترحات المعدلة من قبل صندوق النقد الدولي باستثناء الفقرات التي لم يؤخذ بها والمتعلقة بإقليم كردستان. كذلك تم إضافة مبلغ 2 تريليون دينار تعطي الصلاحية لمجلس الوزراء في تغطية النفقات الطارئة لسد النقص في تخصيصاتها كالرواتب وشبكة الحماية والمشاريع الاستثمارية.